قتل 4 أشخاص الجمعة في انفجار قنبلة أثناء مجلس عزاء لضابط من القوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في مأرب بشرق صنعاء، وذلك غداة مقتل جندي سعودي على الحدود اليمنية السعودية. وانفجرت القنبلة في خيمة أثناء مجلس عزاء اللواء عبد الرب شدادي الذي قتل في معارك مع المتمردين هذا الأسبوع بحسب ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن. استهدفت عزاء الشدادي الذي راح ضحيتها ما يقارب 5 مواطنين شهداء و20 جريح. الجرحى حالتهم أغلبهم حرجة إلى حد الآن، والعمليات تعتد بالجرحى. وقتل 110 على الأقل من الجنود المدنيين السعوديين، إضافة إلى العديد من الأجانب، في إطلاق نار من المتمردين اليمنيين أو في تبادل إطلاق النار على الحدود، وذلك منذ تدخل تحالف عسكري بقيادة الرياض في اليمن في أذار مارس عام 2015 دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي ضد المتمردين.